أقول برافو عليكم يلا عطيني الصيغة الحارة عليكم بس كاع كلشي يلا أصدقائي كيش راكم الفطور؟ ما سمعتو والو كيش راكم الفطور؟ برافو عليكم يلا شوف أصدقائي الوليدات اللي باقيين واقفين غادي يجيو يجلسوا في الكراسي اللي خاوني لي يلا غادي نشوف كلشي جالس باش نشطو كاملين ونفرحو كاملين وندوزو العيد ديالنا كاملين فرحانين ناشطين ضاحكين ولابسين الفوقيات ديالنا والجلاب ديالنا يلا مرحبا بك لاباس عليك يلا اصدقائي موجودين ما سمعت والو لا 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 باقي نعسين بس اكثر من هكا يلا واحد جوج يلا واحد جوج ثلاثة طق طق وطق طق 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 واش عمي الحاج كاين هنا واش عمي الحاج كاين هنا وفين مشى فين مشى يلا هنا جاو السخا ديال خويا اللي كاملين هادي يلا يا ماما علاش ما جات فتاتني بوحدي فطرتي ولا مازال فطر وشكون اللي فطرك تتنسها تتنسى يلا عطينا الشيخة الحارة على تاتا نزاع يلا برافو عليكم يلا إذا صباحكم مبروك كي دايرين لاباس عليكم كي جاكم الفطور كي جاتكم احتفالية العيد يلا كاملين غادي نقولوا نحتفلوا اليوم نحتفلوا بالعيد مع من نحتفلوا بالعيد مع وليدات المحاميد اذا اليوم كان المنتدى المغربي في احتفاليه العيد مع وليدات المحاميد دائما في اطار تنشيط فضاءات القرب وتنشيط ساكنه المحاميد سعود بالاخص لان التواجد ديال الجمعيه كاين داخل فضاء محاميد سعود وبالتالي الوليدات كاملين الجيران كاملين فرحانين اليوم حيت حنا محتفلين باحتفاليه العيد مع وليدات المحاميد واجدين عطينا لا دونس الاولانيه اللي كنا درنا اللي فاتوا اللي فاتك يلا غادي بلاتي 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 يلا اصدقائي غادي نديروا واحد الدونس وغادي نتحركوا فيها كاملين وغادي نشطوا فيها كاملين بقي قناة شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مراكش وبالضبط في منطقة المحاميد حنا الآن نتواجدوا مع لنجة الجعيدي رئيسة جمعية المنتدى المغربي للتواصل والتنمية اللي غادي تقربنا من هذه الاحتفالية اللي داروا الأطفال ديال منطقة المحاميد لنجة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا بعدا على هذه الاحتفالية ديال الأطفال الله يجازيكم بخير شكرا التغطية الجميلة اليوم حنا كنتواجدوا في محمد سعود بالضبط لان الجمعيه تنشط فرح عيد محمد سعود بالتالي المنتدى المغربي للتواصل والتنميه دائما يشتغل من خلال القرب مع اطفال سكينه محمد سعود واليوم اختارنا باش يكون العنوان ديال النشاط ديالنا احتفاليه العيد مع وليدات محمد لانه محمد سعود يعاني من قله المرافق الثقافيه ومن قله المرافق الخاصه بالشباب وحتى مسألة ديال الخاصة بالجردة ولا شي حاجة يعني ما عندنا حتى شي بلاصة فينا نقدروا نشطوا الوليدات بالتالي فالجمعية خلقت واحد الفرصة احتفالية للأطفال من خلال هذا العيد اللي هو عيد مبارك سعيد لجميع الأمة المغربية ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فنتمنوا أن تكون هذه الاحتفالية دخلت قلوب جميع المغاربة وكذلك جميع أطفال محمد سعود وأطفال المغرب لأنه قد كل طفل يتواجد في رقعة المغرب فهو طفل بداخلنا طفل نحتوي بأنشطتنا وحنا هذا الشيء علاش حنا كنتواجدوا من أجل إسعاد الطفولة وهذا هو الغيرة اللي عندنا على مجال شكرا لشفتي كما تنشوفوا بان هذه اول مبادره اللي تنحضروا لها هنا في مدينه مراكش للاطفال وبالاخص في يوم العيد كما تنشوفي يا اختي العيد الامس واليوم كنقول لك انه الاشياء اللي خلتني انني نفكر في فكره الاحتفاليه عيد محمد مع الوليدات المحاميد فهذه النسخه الاولى اللي غتكون في محمد ولكن على اساس انه النسخ الاخرى غتكون في مجالس مقاطعات كامله اللي كاينه في مدينه مراكش العيد كانت عنده طقوس جميله قبل ولكن لقينا انه مع مرور السنين بدينا كنشوفوا بانه ما بقاتش عندنا واحد المجموعه ديال يعني
فوقاش مابقاش كنعيشوا مع الاطفال ديالنا داخل البيوت، مابقاش الوليدات كيعرفوا شنو هو العيد. ولكن اليوم فكرنا كجمعيه اننا نحييو التراث المغربي من خلال طقوس العيد، كيفاش ان الاطفال تيفطروا مع بعضياتهم، كيفاش كيتزوروا مع بعضياتهم، لانه اليوم كانت زياره جماعيه ماشي زياره لعائله واحده، ولكن سكان مدينه سكان الحميد السعود كلهم زاروا بعضياتهم وزاروا هنا في الجمعيه مع وليداتهم، وبالتالي صلنا الرحيم قدرنا اننا نتقاسموا فرحه العيد مع وليدات الحميد. شكرا شكرا لك لنزاله، هذه المبادره جميله كما تشاهدوا بان الاطفال هم فرحانين كذلك. لكم من جمعية المنتدى المغربي للتواصل السلمية اللي قامت بهذا النشاط للأطفال في منطقة الحميد، مبادرة جميلة اللي كيف كتشوف فيها الأطفال إلى هنا متحدثين نلقاكم في فك مباشر آخر دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.